نحن الآن في الطريق الفرعية ديال أي تي عام، وبدأت الأشغال ديال الترسيم، بداية ترسيم من أجل بداية إصلاح أو تعبيد الطريق الرابطة ما بين أي تي عام إلى الطريق الرئيسية ديال إغرم، بالضبط في دوار تاغنيت ناحية تاغنيت. وكنلاحظوا الآن كانت الترسيم بدا هذا الأسبوع، بدات الأشغال العمومية، بدات في الطريق، وكنلاحظوا الآن كما كيبان لكم الترسيم ديال الطريق. الأرقام كتبان، يعني بدأت في هذا الأرقام بدأت في هذا الأسبوع، يعني بدأوا الأرقام يعني كملوا حتى الطريق الرئيسية. الحمد لله بدأت الأشهر، بدأت يعني سنة 2010، نحن في الشهر جوج يعني من بعد مباشرة في عيد المولد. كنشوفوا الطريق ها فين بدات، وها الطريق فين غادي تسخن، يعني الوقت ها فين غادي تبدا الطريق. الأرقام في جهة والطريق اللي غتمر في جهة أخرى.